ألو، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا تكتيكي، دائما نضع يعني اللاعبين في وضع أسميه أنا أسميه إسمانيا ضد إسمانيا في نصف الساحة، والتسعة والعشرة يمنعون الأربعة والخمسة من المشاركة وينتظرون كاونتر أتاك. فهنا أنا زيادة عددية لمن؟ للأصفر. لماذا؟ لأن الواحد اللاعب يصير تسعة ضد ثمانية، ممكن أن يبنون ويعيدون الهجوم المعاكس باتجاه تسعة وعشرة، لكن الفريق الآخر عند ثمانية ضد ثمانية وحارس عليه أن يعمل بطاقة كبيرة وبقابلية حركية جيدة من أجل أن يسجل بالهدف. حالما تدخل الكرة في نصف الساحة هذا، الأربعة ذول يبقون في نصف الساحة هذا عند دائرة الوسط. شوف يعني صيغة الفعالية أو تنظيمها بسيط، وتكون بالشكل التالي: الآن بدأ اللعب، خلاص توقفنا احنا، يبدي لعب عادي. ثمانية زائد اثنين ضد ثمانية زائد اثنين، فدائما البداية من اثنين ضد اثنين، بما انه الحارس هنا أنا موجود، فثلاثة ضد اثنين يقدرون يبنون النص الساحة. نص الساحة كبيرة هاي بسهولة، دائما في لاعب زيادة بنص الساحة. من تدخل الكرة لهذا الجزء، خلاص ثمانية ضد ثمانية دول يكون ساندين، يعني يقدمون الإسناد، يعني بإمكان أربعة وخمسة شوفك بإمكان أربعة وخمسة أن يقدم إسناد الآن بالتحرك على طول خط المنتصف، لكن تحت ضغط هؤلاء، وهؤلاء يقدمون إسناد في حالة فريقهم ربح الكرة بالبعد بنص الساحه بالكاونتر اتاك. واحسن كاونتر اتاك في هذا التمرين، احسن كاونتر اتاك حالما يربح الفريق الكره حتى الحارس، كاونتر اتاك لاثنين ضد اثنين ممتاز. بعدين الفريق يلعب حر يعني باللعب. هاي تمارين تكتيك جميله جدا، وتقريبا تشابه العدد اللي يصير في مثل هذه الوضعيات باللعب الحقيقي. فنضعها من أجل أن نركز على تدريب التكتيك بالجيم. هذا جيم دي يلعبون زين، وجيم اعتيادي. فشوفينا الحارس رجع المكان، تهيئ عشان احتمال يلعب هذا الحارس بعد أن يأخذ الكرة كرة طويلة فيقدر يهاجم الكرة. إذن اللعب اعتيادي، سوى أنه الشرط التعليمي الواحد من يبنون ذول الثلاثة الأربعة والخمسة والحارس ويوصلون الكرة لأي من هؤلاء اللاعبين في الساحة في نصف الساحة الثانية، تصير ثمانية ضد ثمانية. الأربعة ذول التسعة والعشرة الأصفر والخمسة والأربعة يكونون بالساحة الأولى، يعني ما يشاركون بالفعالية، فتبقى الوضعية ثمانية زائد اثنين ضد ثمانية زائد اثنين. أتمنى أن يكون فهم التمرين واضح وبسيط، وجدا بسيط، يعني أنا أعتبره من تمارين بسيطة، لكن بكوتشنج كثير وبما يعرف بفعالية بها كثير من التوقفات، وفعالية بها الكثير من اللعب اللي يرتبط بما يعرف بكرة القدم. نحاول نعدل الكاميرا من أجل صورة جيدة إن شاء الله. وهذا هو يعني ما في
ما في مشاكل.